اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في هذا الدرس. راح نبدا جديد. احنا الان لما تبدا اللعبه عندنا بيجي الروح مليان، لكن لما نتصادم بصير نخسر من الروح تبعنا، واللاعب اللي عندنا ما بيقدر يعبي روحه. في هذا الدرس راح نبدا نعبي الروح تبع الشخصيه. تمام، خلينا نبدا. اول شيء بنسوي خلينا نفوت على الثيرد بيرسون بلو برينتس ونعمل بلو برينت كلاس جديد. خلينا نضيف اكتور، خلينا نكتب احنا عندنا هون نسميه هيلث بيك اب او بيك اب يعني. ممتاز، خلينا نفتحه. ممتاز، خلينا نضيف عندنا هون سفير. هذا السفير بنعطيه شكل، لان انت اختار اي شكل او جيب ماتيريال او ممكن تجيب اشي من عالم انت بتشوفه مناسب لإلك. لا انا سويت مجسم سريع هيك، هذا ركبت اشي على اشي، يعني سويت هذا الشكل شكل عشوائي بس لونه اخضر يعني مايل الاخضر، فكويس شكله للهيلث. ممتاز، وبدي اجي هون، هاي مهمة جدا، بديش اياه يسوي بلوك، بديش اياه يوقف الشخصية لما تلمسه، فراح اختار كله overlap all dynamic. هاي نقطة ضرورية لا تنساها، overlap all dynamic. ممتاز، ليش عملت هيك؟ عشان تمر الشخصية من خلاله. ممتاز، وبنزل اخر اشي وباجي على on component begin overlap. بدي اختار انا هاي لما يحصل تلامس. ممتاز، اعمل لي ايفنت نود، اعمل لي ايفنت نود اللي هي ايفنت التلامس، وحاط عليها سبير اللي اسم مكتوب هون. ممتاز، انا ايش مع مين بده يتلامس هذا المجسم؟ مع الشخصيه تبعيتنا. فباجي انا بسحب من هون بقول له كاست تو بلو برينت اندرسكور ثيرد بيرسون كاركتر. ممتاز جدا جدا جدا. طيب لما يتلامسوا لازم هو يدمر حاله هذا الصندوق، فبقدر احط انا ديستروي اكتر. الآن خلنا نأخذ نظرة مبدئية، لو لمسته أنا بدمر حاله ولا لا. خلنا نجي وين العالم. طيب ستارت مرة تانية، إلغاء، بدي أجيبه وأحطه أنا هون. خلنا أشوف، بدي أحط منه نسخة تانية هون هيك عشان أشوف لما ألامسه. لمسته دمر حاله، دمر حاله. ممتاز، هاي بدأنا في تدمير نفسه، إنه هو اختفى. مش منطق إنه يلمسه ويضل يعبي روح مرة واحدة، يسوي ويدمر حاله فورا. طيب افصل لي شوي ديستروي اكتور. بدي احط الان كود اجيب الهيلث. الهيلث جوا الشخصية تبعيتنا اللي عملنا له كود هون، اللي هو هيلث تقسيم الماكس هيلث بنحطه هون. طيب معناته احنا بدنا نجيب من جوا الثيرد بيرسون كاركتر الهيلث. فاحنا عندنا هون في هيلث، بقدر اسحب هدول زي ما تعلمنا، بسحب من هون هيلث، بدي اجيب جيت هيلث. طيب لما يصير تلامس شو بدي اسوي؟ طب بسحب كمان مره ست هيلث المره هاي. ممتاز، وبوصل هون. وشو بدي اعمل؟ بدي الهيلث هاد يزيد زائد، سهله، اضيف واحد. ممتاز، الان لما حتتلامس الشخصيه راح يزيد الهيلث واحد. ممتاز، خلينا ناخذ نظره ونشوف شو صار. راح تلاحظ اشي غريب الآن. أنا أخذتها، طيب لاحظ الروح أنا أخذته، خبطت أخذت الروح. أنا لازم أموت الآن، لاحظ ما متت. إيش اللي صار لما لمست الروح؟ أنا أخذته وزاد الرقم، لكن أنا ما سويت ست. لإيش؟ لما هون عملنا كنا نسوي الهض كمان، فأنا بدي أدور أعملهم مرة ثانية كمان داخل البيك أب. فبسحب كمان هاي، بكتب له get hud. ممتاز، وبايش عندنا؟ ايش كان هي عندنا؟ عندنا health bar. بدي اخذ هدول التنتين كمان copy، بدي احطهم هنا paste ووصل هاي هون. ممتاز، واجيب هاي نفس الكود اللي احنا عملناه المره الماضيه. طلع لي هدول، رتب شغلنا شوي. destroy actor بعدها. تمام، الان صار لو انا حطيت هاي، خلينا بس 6% لسه بدنا نحط هاي. بدنا نجيب كمان مره الهيلث، بدي اسحب هيلث جيت وماكس هيلث. جيت مش ست، عفوا ماكس هيلث جيت، وبدي اقسم هاي على هاي قسمه، بدي اوصلهم هون وبدي اوصل هاي هون. الان راح يعرض فورا القيمه لما اتلامس معه،
ممتاز، خلينا نشوف كومبايل سيف. لاحظ، طب في ملاحظة ثانية، القيمة صارت أكثر من 4. لاحظ أنا خبطت وما نخسر روح. طب ليش؟ لأنه أنا ما حطيتش كلام. لاحظ أنا كنت هون أحط كلام إنه القيمة لما آخذ إنه مينيموم وماكسيموم. ممتاز، خليني الآن أنا لما آخذ تنام لما يزيد أقول له كلامب. عفوا كلامب هاي فلوت من 0 لـ 4 ووصل هاي هون. الآن هيك ما بزيد تحت 0 وما بزيد فوق 4 اللي هو الماكس هيلث. ممتاز، أنا ممكن كمان أسحب كمان مرة من هون وأكتب ماكس هيلث. طلعوا أنتم كمية الأشياء اللي سحبت، البيانات اللي سحبتها وحطها هون. الآن مستحيل حتى لو أخذ، يعني أنا لو الآن خلينا نسوي هالتجربة سريعة، بدي أورجيك منظر. بدي أحط من هذا بدي أحط تعرف كثير منه. هاي نسخة، هاي كمان نسخة، أنا كابس ألت ولا بنسخ. لاحظ الآن كمية أخذتهم، لاحظ أنا بتصادم، القيمة كبيرة صارت، فعشان هيك أنا هذا ما بيناسبني الكلام. فبرجع أنا هون، برجع مرة تانية أحط هاي على الماكس، بحط هاي على الفاليو، وبحط هاي هون. الآن القيمة هاي مستحيل تكون أقل من 0 وأكبر من 4. ممتاز، الآن هذا كله العجقة هاي كتير أشياء لأنه سحبنا كثير من هون بيانات. الآن بوصل هاي آخر إشي على destroy actor. ممتاز، برجع على العالم. لاحظ كل ما لحقناش متنا على طول. تمام، دمروا ما على الفاضي، اخذت كثير على الفاضي، واحدة بس اللي عبت لي الروح. ممتاز جدا جدا جدا، خليني امسح كل الهيلث بيك اب الموجودين هون، ديليت. ممتاز، الان احنا عملنا الهيلث بيك اب. طيب كيف بدنا نضيفه على العالم تبعنا؟ مثل ما كنا نضيف احنا الدبابات تبعيتنا. الان نيجي على الجسر هاد تبعنا اللي احنا بنشتغل فيه، فبنيجي على الاوتوموتيف على البلو برينت، ندخل جوا هذا الجسر وبدنا نضيفه احنا عندنا هون. الان انتم لاحظوا احنا كتبنا اكواد كثير هون، بدنا نسوي سبون لمين؟ لا في عندنا سبون انمي، كنا نسوي ننشئ انمي، بدنا نسوي واحد مثل هاد هون، سبون هيلث. سبون هيلث، تمام. في السبون انمي كنا نحط كمان شروط انتجر قيمة. خلينا ناخذ كل هاد، بدي اخذ هاي لهون من الشرط بس هدول، ونفوت على سبون هيلث واجي انا اقول له هيك. ممتاز، الان القيمة بين 0 و1 رح يكون في عندنا كثير ارواح، فانا ما بناسبني حنكون نخليها بين 0 و5. طيب انا عندي الشرط انه لو كانت قيمة 0 يعطيني اياها، فانا عندي هون تقريبا من 0 لـ 5 6، يعني خلينا نحطها من 0 و4، 20% فرصه انه تيجي عندنا هاي المجسم. طيب الان السبون تبع هذا المجسم وين بده يصير؟ خلينا اول شيء نعمل هاي زي هيك، نقول له سبون، خليته سبون اكتر فروم كلاس، بدي انا اكتر. ممتاز، اسمه هيلث بيك اب. ممتاز، الموقع اللي بده يجي جواته هذا المجسم وين الموقع اللي بده يكون فيه؟ ممتاز، خلينا نيجي احنا الان نعمل اري، بدنا نعمل اري. ايش بنسمي هذا الاري؟ health location. ممتاز، ونعمله فيكتور. ممتاز، وبدي اجي هون اعمله اري. ممتاز، الان هيك انا صار عندي اري للوكيشن، بعمل كومبايل سيف. طيب ايش عندنا هون مشكله؟ بقول لك انه سبون اكتر كلاس. طيب خلينا نوصلها، نجيب هاي هون، جيت اكتر لوكيشن، ماشي، اعمل له راندوم اري ايتم. ممتاز، خلينا نشغل كومباي مرة ثانية، لسه حيعطيني، حيضل يعطيني الايرور صح؟ لا راحت الايرور. ممتاز، الآن زبطت. طيب الآن احنا عملنا هاي بس مؤقتا زي هيك، الأري الهيلث لوكيشن وين بده يوقع هذا الهيلث في اللعبة تبعتنا؟ بده يجي
جو على المجسم تبعنا، فبدنا نحكي له get actor location. الاكتر هون صار عندنا مين؟ صار عندنا الجسر نفسه، نفس الجسر. فبدنا خلينا نمسح هاي مبدئيا ونجي نقول له افتح رايت كليك يلا get actor location. الجسر بتاخر البيانات عليه، ممتاز. الان هذا الاكتر لوكيشن هو نفس الجسر، نفس الجسر، ممتاز. بدنا نعمل له بلس زائد اد، بدنا نضيف هذا الموقع على هذا الموقع. طيب بنوصل هاي هون. طيب الان انا ممكن كمان افصل هاي واعملها من هون رايت كليك واعمل له سبليت. الان لاحظ انا عندي، انا بدي هاي اصلا بس اللوكيشن، بوصل هاي هون، ممتاز جدا جدا جدا. الان بدي اختار المواقع تبعيد المجسمات وين هو بده يكون، وين بدي احطه؟ خلينا نحط 1 2 3 4. طيب الان بدي اختار انا الموقع هذا من المجسم نفسه. خلني يجي، لو انا حطيت المجسم الان بدي احط انا، خلينا نشوف الايات وين مكانها، اي 22 مثلا. الان هذا المجسم مكانه هون، ممتاز. لو بدي اخذ انا هاي بضغط رايت كليك كوبي، وباجي انا على سبون هيلث، وباجي على هاي بعمل هون بيست، هاي موقعه. طيب الان انا كمان بدي ارفعه في الزد، ارفعه 100، تمام. انا بدي اختار اماكن عشوائية، انت الان بامكانك انت تكمل لحالك. الاي 22 بدي اخذ الاي مثلا 15، لا ما ينفعش اشوف. اوكي هذا كان موقع كويس، الاي 15. بدي اجي اخذ وين موقع فوق، بدي اسوي كوبي، ممتاز. باجي على سبون هيلث، وين راح سبون هيلث، بضغط على هاي وباجي بحط هاي بيست، وبدي ازيد كمان 100 في الزد انه يطلع لفوق. حتى بديش احط هدول، خلص ديليت ديليت، ممتاز. الان انا عندي موقعين للهيلث، وخلينا نزود السبون تبعه حتى نشوفه، حتى خلينا نحطها 1 50%، ممتاز. خلينا نجرب الان الكود اللي احنا كتبنا، حطينا الموقع. الان انا مش عارف الموقع صراحه تبعيتي هاي صح ولا لا، خلينا نشيك الان ونشوف اذا راح تزبط ولا لا. خلينا نبدا كومبايل سيف بلاي. بس في ملاحظه صغيره نسينا نحط، احنا شغله مهمه سريعه نسينا نحط، انه سبون هيلث هذا في الايفنت جراف لما يجي على ايفنت بيجن بلاي، نجي هون نجيب ايفنت هيلث نحط هاي هون سبون اول ما تبدا اللعبه، ممتاز. خلينا نشوف الان هل المواقع الكود صح، بس الموقع مواقع مش عارف اذا حتطلع ولا لا. لاحظ في عندي مواقع هون في غلط في الموقع، حط لي اياهم اصفار، في عندي مشكله. طب بس انا بقدر اوصله، مش عارف انا امر من جواته، اخذته. طيب المواقع فيها مشكله، بدي اختار مواقع جديده. الان خلينا نشوف احنا ايش مشكله موقعنا. سبون هيلث اللي هيلث لوكيشن، احنا عندنا في عندنا صفر هون، ليش هاي صفر غريب؟ خلينا نشوف احنا هون في عندنا مشكله بالصفر. نيجي على الفيو بورت، قلنا اي 15، هاي بالزد 3 ناقص 3000، بالواي. اوكي 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 عرفنا شو المشكله، عرفت شو المشكله. المشكله انه اول شيء ورجع لنفسه مش للعالم. اشوف الاي 5، الاي 5 الان صحيح، الاي 5 100% صحيح في 500، فبناخذ ال 500 هاي وبنحطها مره ثانيه لانه الاي 15 راجع للاي 5. تمام نجي هون نحط هاي هون 500، ونحط هاي هون ناقص 500، نجرب تجربه. الان نشوف كومبايل سيف، نشوف وين ما فيش ولا مجوهره. شوف المجوهرات هناك موجوده، هاي واحده ممتاز، هاي الثانيه بيرفكت. الان مش قادر اخذهم، اوكي هاي في واحده قادر اخذها. الان نشوف بعبي الروح، ممتاز وراحت. طيب الان انت بكل تاكيد لابد انك انت تسوي العناوين. انت شفت انا كيف حطيت هيلث، الان انت عليك انك انت تسوي الهيلث هاد بطريقتك. خليني بس انا اعمل شغله، ال100 مش عاجبني، خليني نحطها 350 عشان تكون في الهواء فوق، وهي 350 تكون فوق. الان انا كمان ممكن اعمل هون زائد كمان
اكمل واحد اعمل هون كوبي واحط هون بيست، وهاي بدل ناقص هذا نحطها ناقص 230، ونحط كمان واحدة بيست 230. خلينا نشوف الآن كيف. طبعا بدي كمان في عنا شغلة، الجسر ثقيل على الكمبيوتر. تمام، هذا كمان نسبة كبيرة، خلينا نحطها 3 كومبايل يعني 25% ستارت. لاحظ انه الروح صار يطلع فوق في العالي، صار نقدر يكون مش على الارض يعني في السماء صار يكون موجود. طبعا انت ممكن تحط في السماء تحت، تحط له عدة مواقع وين انت بتحب انه ينشئ نفسه. الان كل ما يتم انشاء جسر راح تلاقي في واحد اجا، يعني ممكن احتمال عندك نسبة احتمال 20% انه يجي واحد. شكرا، نسبة 20% قليل لان مش شايف ولا واحد انا، ولا انا في عندي غلط بالكود مش عارف. هاي ظهروا، بدأوا يظهروا، شوف طلعوا، النسبة منخفضة لكن الان بتنط بتاخده. انا والله ماني عارف اخده. طبعا كمان واحدة من الاشياء المهمة انك انت ممكن تكبر حجمه شوي علشان الناس تاخذ، لما تيجي تتصادم معه تقدر تاخذه. لاحظ في واحد فوق على اليمين كمان هناك. الان هيك احنا عملنا الروح تبعنا وصار اللاعب يقدر ياخذ الروح وهو بيلعب اللعبه. ممتاز جدا جدا جدا. تمام، الان الدرس انتهى لكن انا بدي اضيف عليه جزء بسيط، ما حبيتش اعمل فيديو ثاني منفصل. الان في ناس ممكن تيجي تسالني سؤال تقول لي طيب ليش انا في الايفنت بيجيني بلاي لما حطيت سبون هيلث سبون انمي حطيتهم هون بعدين في عندي الدمج، طب كيف الدمج هذا ما بنطبق على الانمي بنطبقش على الهيلث؟ الجواب انه الهيلث هو اله اكتر لحاله مش جزء من الجسر. الجسر هاد عليه دبابات موجودة هون، هي جزء من نفس الجسر. يعني احنا لما نيجي نكتب اي 15، الان هذا جزء من الجسر لكن الروح مو موجود هون، مو موجود بين الملفات اللي هون. الروح هو له بلو برينت خاص فيه. فاحنا شو بنعمل في الهيلث بيك اب اللي احنا عملناه هذا كله؟ في عنا هون ايفنت سبون هيلث بيسوي بنشئ ملف من، يعني بنشئ ملف جديد بيجيب البلو برينت بضيفه على الجسر ولكن هو مش من الجسر. بعدين بيحدد موقعه وبضيفه حسب موقع الجسر لكن هو مش من الجسر نهائيا. لهذا انه الهيلث والانمي ما راح ياخذوا نفس الدمج، فقط اللي راح ياخذ دمج اللي بيعمل اوفرلاب مع المجسمات الموجود جزء من الجسر. كان ممكن انا اعمل حركه في اول الدرس، انا حكيت لك اني انا راح اعمل على يمين ويسار، كنت راح اعمل مربع هون ومربع هون، لكن انا في وانا بشتغل الغيت المربع اللي على اليسار لانشاء الروح، ما في داعي. خلص لما يتم انشاء الجسر بنتشئ الروح معه. هيك بكون انت الموضوع ابسط عليك انك تعرف انه الروح عبارة عن بلو برينت خاص مختلف عن بلو برينت تبع الجسر، ولكن عند التصادم بتم انشاؤه مع الجسر، بسوي سبون اول ما يطلع الجسر، سوي مسير ايفنت بيجن بلاي بيطلع معاك الارواح على الجسر. هذا فقط للتوضيح علشان ما تضيع انت وتفكر انه طب الروح بيعطيني روح، طب بس مو محطوط مع نفس الكود. لا هو مش، هو صح مع نفس الكود لكن كل واحد منفصل. يلا في امان الله، مع السلامه، بشوف درس ثاني، باي باي.